لا يكاد يمر يوما على قطاع غزة إلا وترتكب فيه إسرائيل مجازر بحق المواطنين خاصة النازحين منهم، وتستهدفهم في مراكز الإيواء المنتشرة في مختلف المناطق، موقعة عشرات القتلى والعديد من الإصابات، وتحرق خيامهم المهترئة، إضافة لبث الرعب في صفوف الأطفال والنساء. آخر هذه المجازر كانت استهداف منزل شرق مدينة خان يونس فجر اليوم، أدت إلى ارتقاء 11 فلسطينيا. الساعة 1:15 واحدة لا تنزل هيك سمعنا انفجار، يعني في 16 بدون سابق انذار، يعني اتصلوا قالوا ان بيت اخوك هو المستهدف، واخويا له مقاوم ولا حاجة، اطفال نايمين في بيته، يعني امنين، اطفال نايمين لا مقاومة ولا ايش، يعني الحمد لله رب العالمين. 10 اشخاص اللي استشهدوا، الحمد لله يا رب لك الحمد. وإلى جانب هذه المجازر يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيم جباليا شمال القطاع لليوم 11 على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على السكان الذين ما زالوا في بيوتهم ويرفضون النزوح رغم كثافة القصف الجوي والمدفعي الذي أدى إلى ارتقاء العشرات منهم، ولا زالت جثامينهم ملقاة بالشوارع يصعب انتشالهم. صار الناس شردت، صارت تدور على الأمان، فضرب القذيفة الثالثة والناس في الشارع، فترمت الناس من شهداء وإصابات واللي شفتوهم هذولا، فهي اللي صار في الحدث. ناس آمنين كانوا قاعدين في الشارع بتسامروا وشقان بعد بمية، ففجأة الحدث صار، الناس صارت تشرد تدور على الأمان، برضو ضربوهم هم الشاردين، فهذا اللي صار في الحدث. مشاهد القصف والدمار باتت تنتشر في كافة مناطق القطاع الذي أصبح سكانه الذين ينجون من الموت يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. مجازر عدة ارتكبتها إسرائيل في مختلف محافظات القطاع خلال الساعات الماضية راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، الأمر الذي أنهك المنظومة الصحية والتي باتت عاجزة على الاستمرار في تقديم خدماتها للجرحى والمصابين. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.